مرحبا يا جماعه، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. طبعا جينا لكم فيديو جديد. يلعب فيديو جديد. قبل لا نبلش بالفيديو خلينا نصلي على النبي محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اذكروا الله يا جماعه الخير. لا اله الا الله. طبعا اليوم بدنا نسوي شنو؟ كوسه محشي وكوسه. تمام، يلا بسم الله. نبلش هاي الطبخه اليوم. ام عبود حاكمتني اني انا اسوي الطبخه، اوكي؟ ومع انه حاكمتني قلنا خلينا نصور لكم فيديو يا جماعه، مو قلت مهدي ونصور لكم فيديو واحنا هنسوي المحشيات. اليوم علي مخالفه ماليه من قبل ام عبود، حتى الكاميرا مثبتها قدامي وقاعد لا والله يا جماعه، ام عبود عتسوي عتحفر محشي، عفوا باذنجان، ونحن علينا ان نحشي هذا. مو عباره عن يحفز عليك انا معلم. معلم انت تعرف تسوي؟ لا تسوي، لا لا تسوي عبودة. شوفوا يا جماعة معلم، انت تعرف تسوي ولا لا؟ والله معلم، والله معلم. شوف انا شوف معلم. شو اني الله انجمال خرس. سلام سلام. محشيات محشيات. ام عبوديه انا معلم ولا امك؟ من معلم؟ من شغل احلى؟ والله انت. ايوه كف عليك، وانت يا عبوده معلم، انت احسن من مهدي. ايوه بس مهدي بكره. سمعنا راح تعرف شو بدي يساوي؟ يخرب الدنيا. إذا سمعنا مهدي بكرة، مهدي بكرة. مهدي يا مهدي. طب ما في حتى على التكلة. طب يسمع في حدا تكل أبوي. في حدا تكل عبودة هاي تعرف يا زلمة، خلاص عيب يا جماعة. عبودة ما خرجوا، خرجوا شو ما حشيت ولا واحدة. دي تفرجيني والله معبي، والله معبي. تبغى تصابغني ياك؟ شايفه؟ صابغني؟ ايه يلا صابغ. ترى انا رايح افوز. انت ترفوز؟ ما تقدر تفوز علي. ما تقدر تفوز علي. الحس قبل انا اعرف هيك عبن. ليش هاي الخاشوقة؟ ليش هاي الخاشوقة؟ لا انت لا تلوط. لا تلوط، لا تساوي، لا تحط بيدك، حط بالخاشوقة انت. ايه ها هيك اسرع يا اخي، هيك كل النهار بدي اضل. مضبوط عبودي؟ والله بس لا انت بابا. مهدي تعال تعال. مهدي شبيك بابا؟ تعال تعال. شو رايك انت؟ متابعين يشوفونك. تعال شو رايك انت؟ روح شفته وانا اسوي. روح سكته. ايه وانت تساوي؟ لولو والله. سمعانين يا جماعة؟ قال لي شو رأيك تروح تسكته وأني إيش أنت؟ تكفي أنت عني؟ والله تعرف؟ معلم لا تقولوا لي. طبعا أيوة طبعا عبودة خلصت أني شي 10 وهو لسه ما خلص وحدة. خلصنا خلصوش. كف عليك. اي والله شو كويس. اسع شوي شوي حط بها. دعن ادعن الله يبعث لكن يا بنات يا العزابيات، الله يبعث لكن
ابن حلال مثلي كويس يساعد مرته يساعدشن مزبوط مزبوط عبودية ها حاز الله معلمة يلا الحاز راح نفصل وبس نجهز نخلص نرجع نكمل اوكي لا ليش عم نكمل يلا نرجع لكم يا حبايب الان يا جماعه رجعنا لكم بدي اسولف مع عبود شوي بدي احكي له على قصه حياتي يا ابني بدي احكي لك على قصه حياتي قبل يا عبود كان عندنا محلات وشلنا نبيع بيها انا جيت مستلمه لحالي عمك علي كان عجقان وما كان يقعد بالمحل كان يطفش من المدرسه كان يروح يشوف حبيبته فهمت علي؟ وجدوه كان متوظف من يجي من الوظيفه من الدوام يجي يسال وين علي؟ اقول له ما اعرف مع اساس يشتغل معاك بالمحلات اقول له والله تركني وراح يجي جدك يروح يا عبوده يدور على علي حتى يلاقي علي يجيبه على المحل يخلعه كم شف وكم رفسه ويقول له يا ابني اذا تدشر اخوك لحاله عمار بدي اذبحك المهم جدوه اللي هو ابوي يجي بدي يروح ينام مشان يريح فهمت علي ينام ساعه ساعتين جدوه يروح ينام وعمك علي يامن انه نام جدوه يروح من تاني جنب ويروح يشوف حبيبته يجي جدوي يفيق وين علي؟ اقول له والله راح يشوف حبيبته يركب جدو السيارة ويروح يجيبه وشتل فهمت علي؟ بعدين صرت انا احب وعشق دحاش انت مبوط داعق على امك شلون دحاش امزح امزح والله يمزح يا اسمعني ينزح ما ينزح يعني هي قصة هاي قصة ما يا جماعة والله العظيم ما أعرف احكوا لنا شلون شغلي شوفوا معلم شوفوا ما شاء الله والله أنا معلم أنا معلم أكثر منك قولي أنت شو معرفك؟ شو معرفك؟ شوف شوف المعلمية أصلا اسمع اسمع يا جماعة أصلا معبود ما تعرف تطبخ أنا أعلمها على كل شيء انا علمها تعلمت على المحشي انا علمت شلون تقعور هدان انا علمها على كل شيء اصلا لو اصور لكم انت وتقولون انه معبود ما لها لزوم البيت رجعها على اهلها يا اخي امزح 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 فهمت علي انا علمتها على كل شيء على كل شيء مضبوط يا عبودي عبود صاروا ساعتين يا جماعه ما عاد يعرف يحشي هاي شلا نص هاي الحشوة شبيه ترى اللحم ني راح تسهل ها والله اساس معبود قال هي تكفيهن يا جماعة شايفاني راح اخلص راح اخلص حشي وانت ما عاد تخلصين هلا هلا باذنجانتين البيدج كيف ايش راي عليها يا جماعه عندها زوج ما شاء الله عليه مطيع قلبه صافي زي التلج وزي العسل مو يساعدها مزبوط لحسه ايه ليش إيه. تشوفني عسل ولا لا؟ ايه ايش طلعت؟ طلعت عسل كثير عسل كثير؟ تني بوسه احبك انا احبك اكثر من مهدي فهمت علي؟ مهدي خلي يروح من هين انقلع كاكا يشعل يلا يا جماعه عشان ما يصير الفيديو طويل نرجع لكم بس خلصنا اوكي؟ بس انا حبيت اني افتح الفيديو واحكي لكم هيك شوي ونضحككم
ترى لا تصدقون. ها على علي وهاي لاحظ علي اللي شاف الفيديو من هبل يقول لي فضاحة شني فضاحة دنيمو. وعشان ما تقولون والله انت تحشيت لك اثنين وطفيت الفيديو مشان ام عبود كفي والله انا راح اشيهم كلهن والله. يلا نرجع لكم بس يستوون على طبقهن واحطهم بالطنجرة. اوكي يلا حبيبي يا جماعة مثل ما تشوفون خلصتهن. قولوا لي الله يعطيك العافية. شوفوا على الحشيات مع حلاهن شايفين دائما بدنا نخليهن ناقصات شوي عشان الحس بس يستوي الرز ينفش. فهمتوا علي بقلبه. وشوفوا المعلم ابو العبد اني وعبوده. عبوده الله يعطيه العافيه. شوفوا زاد حشا معي بس مهدي ما فعل. مهدي مثل ما تعرفونه ملتهي بالاكل. شوفوا اضرب اضرب زيت بوس المتابعين. يلا خرجك بس زيت بوسات وتاكل مو. وليش ما تعاونتنا هيس؟ ما تعاوننا؟ مو عيب عليك؟ ها؟ بس يا جماعة يا جماعة عبود دحقة وعاوني الله يعطيه العافية. بس يا جماعة سولف يا ابوي دحقة وشاكر. هاي 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 تفضل حشوة على معبود بسير باذنجانات. اوكي؟ مثل ما تشوفون نفرجيهم باذنجان. باذنجان حزم عبود تحشيهم. اوكي انا حشيت علي هدان حشيتهم ومعبود تحشي هدان. امي خلص خلصت ما شاء الله. امك خلصت؟ ايه. وليش ما قلت بابا خلص؟ ولا بس امك مو؟ بابا خلص. مو عيب عليك؟ بابا خلص. ما تحبني؟ بابا خلص. تحب امك؟ واني؟ بابا احبك. عبوديه؟ تحبني؟ وامك؟ الاثنين تحبنا؟ بدي اخذك على البيم. قوم يلا قوم يلا مهدي يلا يلا مالي مشتري لك شيء. قوم عبود ايش بدك؟ نقي يا الحسن. ما تحبني مو؟ بتقول شيء بتقول يلا يا جماعه. طبعا بس نفوتهن عفوا نحطهم بالطنجره ويستوان وعلى 24 ارجع اصور لكم النتيجه. اوكي يلا نحبكم. زدت بوس المتابعين. بم مثل ما تشوفون يا جماعة استوى طبقنا وتعالوا نفرجيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا ايها 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 تعالوا شوفوا يبوح شايفين. خلنا نصفي الزوم. بسم الله صحن اذوقها. شو اللي معك؟ انحز يا جماعه بسم الله. خلينا نذوق الطعم. هذا شغلي انا وياك مزبوط. سلام. شوفوا نكهة وطعمه غير شكل. طبعا هاي شغل المعلم ابو عبود. ام عبود طبخت. شوفوا ام عبود سوت المحشي بالباذنجان واني سويت المحشي بالكوسة. شوف شغل ام عبود. مو مستويات مو مستويات. شغل احسن مزبوط. شوفي مو شغل احسن. شو يطلب مو؟ يلا هموها. طبعا يا جماعة لهين وصلنا لنهاية الفيديو. شغل معبود طيب وشغل ابوي طيب. شغلي طيب؟ شغل معبود طيب؟ شو عبود مهدي؟ شغلي طيب؟ طيب هذا طيب معبود.
أنا طيب وأمك طيبة؟ أوكي. طبعاً يا جماعة الحين وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى أعجابكم. أتمنى يكون نال إعجابكم. لا تنسون باللايك بالاشتراك تفعيل الجرس. نحبكم. حولوا العشية يا جماعة. تفضلوا. باي.